الوكيلين جاهزين. صواج جاي هو بنفسه. انت كون وكيل العروس. تأمر. مشفى الدكتورة عائشة جوليا الماز. نعم. ممكن تعطيني عنوانكم؟ عم بكتب. وصل الشيخ؟ وصل. يلا نزل لتحت. شيك بتقبل توكليني عنك؟ شيك بوكلك. أنت صواش بن نظيف؟ نعم. هل قبلت شيشك بنت أحمد أن تكون وكيلا عنها؟ قبلت. هل حددتم قيمة المهر المعجل والمؤجل؟ 1000 ذهبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. ما رح تحسي بشي أبدا ست ياسمين. بعرف. اتفقتم على 1000 ليرة ذهبية معجل و1000 ليرة ذهبية مؤجل. هل زوجتها على هذا المهر؟ زوجتها. هل زوجتها؟ زوجتها. على شرع الله تعالى وسنة رسوله. أنت سيد صواج، هل تقبل الزواج من شيشك بنت أحمد بمهر معجل قدره 1000 ليرة ذهبية ومؤجل قدره 1000 ليرة ذهبية؟ هل تقبل؟ عندك حساسية من أي دواء؟ لا. أقبل. هل تقبل؟ أقبل. اللهم احفظنا وقنا عذاب النار وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بس لازم بكرة ترتاحي. مبارك إن شاء الله. مبارك. عندك شي مرات؟ ياسمين. لا تفوتي لهون مدام. ماما. رجعنا رايبين من جديد يا شهنور خانم. تشيك صارت لكم بعضمها ولحمها.
الكبيرة حملت بدون زواج، أخذتها بإيدي على المستشفى مشان تعمل عملية وتنزل الولد. أنا اللي روحت بنتي بإيدي هدول. صار معها شي اختلاطات؟ قالوا لي صار معها نزيف، ما حسنوا يوقفوا ليا. هول يا راحت يا عيون أمك أنتي. بس كانوا بيقدروا ينقذوا حياتها، بأسوأ الحالات بيستأصلوا الرحم. ما حسنوا ينقذوها يا دكتورة، ما حسنوا ينقذوها. كان عمرها 23. ماما بترجاكي إذا أختي ماتت مو يعني كل الناس اللي لا ياسمين اسكتي، لا تعمليها، الله يوفقك. ما عندي غير ياسمين بالدنيا يا دكتورة، هي حياتي. إذا بصير شي على بنتي الوحيدة والله ماما هاد احتمال 1 بالمليون. بعدين هذا المشفى مجهز لكل شيء. 1 بالمليون ياسمين، 1 بالمليون. بس ليكو صار مع أختي. أنا مصرة، رجاء قولي لأمي إنه العملية مضمونة. ما في أي عملية مضمونة 100% ست ياسمين، أنت بتعرفي هالشي. يعني أنت بس بعدين بهيك ظرف ياسمين الأفضل إنك ما تعملي العملية. شو؟ أنا اسمعيني حبيبتي ياسمين، طول الطريق وأنا شايفتك قدام عيوني يا حبيبتي. أمي خطر ببالي شغلات بشعة كتير. أمي الله يخليكي. وأنت كمان رح تروحي مثل ما راحت أختي، وأنت كمان رح أدفنك بفستان العرس، ورح أخسرك مثل ما خسرت أختي. أمي الله يخليكي. اسكتي أمي خلاص، ما بحسن أخسرك حتى باحتمال 1 بالمليون. خلاص أمي إيدي، خلاص الله يخليك إيدي. يلا نروح. خلاص مثل ما بدك. خلينا نروح. يلا يلا ياسمين يا عيوني، الله يخلي لي اياكي. يلا يلا خلينا نروح. يلا خلاص. آغا الضيوف رايحين. يبارك فيكم. يبارك فيكم. الله يجعله مبروك. يبارك. ألف مبروك. شرفتكم. مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. مع السلامة. مبروك جانور. مبروك علينا كلنا. مش الحال يا أحمد آغا؟ هدية عشيرتك هلا؟ طبعا صار، أكيد هدية بإذن الله. بعت بنتك كأنها بضاعة، ومرتين كمان. الليلة بتحط راسك على مخدة وبتنام مرتاح. لا تسودولي وشي وتوطولي راسي قدام عشيرتي. 10,000 شخص بدهن يشبعوا بطونهن. ما منقدر نترك العالم جوعانين وبردانين لأنه نظيف آغا مات. شو هالحكي؟ مين تاركن جوعانين؟ أنا ليش مسافر بكرة؟ رح أوزع على كل بيت طن فحم. حليت هالشغلة؟ حليتها، حليتها بس انحليت. 3,000 طن، شلون ما حسبتيهم حسبيهم؟ بيساووا بالمصاري القديمة 300 مليار حق فحم بس. يا سلام، من ايمتى صاروا الاغوات بيحسبوا قديش بيعطوا المحتاجين؟ نحن ما بيلي فينا هالشي مو هيك؟ والله انك اصيلة، اسم على مسمى شاهنور. والله ما في مثلك بالدنيا اختي. اللي بيعطي ما لازم يحسب بنوب،
بس هي المصاري ما عمل لها بالطريق. هي انا ما بعرفها، انت اعمل اللازم. اختي رح اعمل وعم بعمل. صالحنا مع آل مورا بالوقت المناسب، اذا العشيرتين حطوا ايديهم بايدين بعض. يسلم. ماما ما عم بفهمك، عن جد ما عم بفهمك. قلتي لي حافظي على حالك وانا ما حافظت عليها، رحت مع واحد بحياتي ما شفته، أم زلتي ونقهدتي، وهلا بدك مني اولاد ابن واحد حتى ما بعرف شو هو اسمه؟ ليش؟ ليش؟ ما عم بفهم. شوفي هون في روح. هي الروح روحك وكمان حفيدي، ما بهمني ياسمين مين ما يكون ابوه يكون. هي الروح رح تعيش وانتي رح تعيشي. بردت القهوة. قديش كان المرحوم يحب هالغرفة. كان يستشيرك بكل شغلة، كان يقول شاهنور هون بتعمل هيك وشاهنور هون بتقول هيك، كان يحسب الحساب يجعل مسواه الجنة. طبعا بده يحسب لك حساب اختي لانك ست ذكية. بما انه نظيف آغا صار تحت التراب، من هلا ورايح انت بدك تحملي الراية اختي. شاهنور خانم شو قلتي؟ شو عم تعملي سونيا؟ عم رتب لكم الغرفة. جبتن. هاتي باقي علينا نحط تيابك بالخزانة ومنخلص. مين قالكم جيبوا أغراضي لهون؟ الخانم الكبيرة هيك أمرت، قالت لنا غيروا شراشف التخت كلها ونقلوا غرضها. واش رجعوا كل شي لمحله وبسرعة. أنا شو قلت لك؟ شو؟ أنا ما قلت لك إنه مشان التقاليد رح أتجوز تشيك قدام الناس، بس ما رح ألمسها، ما هيك اتفقنا؟ ها؟ تشيك مرت أخي ورح تكون مثل أختي من هلأ لموت. روحي حبيبي، يا أما بيطلع من تمنا حكي بدون ما نحس. لو كنا ما بنحسن نتراجع عنه ما كنا قدرنا نكمل حياتنا. فقدنا أبوك وفقدنا أخوك كمان، مصيبتنا كبيرة. أكيد بدك تقول ما بمد إيدي عليها. يعني كنت عم تسايريني ما هيك؟ صواش هلأ بتحس تشيك مثل أختك، بس مع الوقت رح يميل قلبك إلها ورح يغلي دمك بارود ونار مثل ما بيقول. مستحيل يصير هالشي أبدا. كل شي بصير مع الوقت ابني. يا نور عيني بدك تستمر بنسلنا ورح يجيكن ولاد كمان. الفكرة رح تمشيني على كيفك ما هيك؟ شوفي امي، انا ماني ابي وماني اخي وماني خالي،
أنا مو لعبة بإيدك، مفهوم؟ أنا سواش بانبار وما حدا بيتحكم فينا. بدي ربي الولد؟ أنا رح ربيه ورح دير بالي عليه. ببودروم؟ وش بدك تقولي للجيران؟ بقول لهم هذا حفيدي. وبلكي سألوكي وين جوز بنتك؟ بقول لهم بنتي مو متجوزة، جابت الولد وتركته عندي. وما رح تخجلي منه؟ لا، بقول لهم بنتي ما في مثلها وأنا بحبها كتير، وبقول لهم وبقول لهم وبقول لهم. انزل، اختك نازان ما بتحب تشوفك. بلا صغر عقل، يلا تعي. يلا حبيبي اشرب الحليب. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. عدو عدي تشيك، شو ما في برا؟ جيبي، رح جيب فورا. تشيك، انت كنت بكلية التربية ما هيك؟ بأي سنة؟ الأخيرة.
كنت رح اتخرج. لا تقوليها، طالما وصلتي لاخر سنة حرام ما تخلصي. ونشوف الجامعات الخاصة هون، بنقدم لك نقل وبتكملي. ابني حرام عليك، لا تعطي امل للبنت وتخدعها بشغل الدراسي وما دراسي. خداع شو امي؟ انا عم بحكي عن جد. شو؟ بدي سجلها بجامعة خاصة هون. مو هي مرتي؟ بعمل اللي بدي اياه. قلت لي اشرف، انت شو بتعرف عن شغلنا؟ شلون يعني؟ يعني التلاعب والاحتيال والغير قانوني. حاشا، انا ما بعرف شي بالمره. اشرف، امور اغا. اذا امنتك على حالي، يا ترى بتقدر ما تخون الامانه؟ هيك عم تجرحني بقلبي. إذا بيقلعوا لي عيوني التنتين أنا مستحيل خونك. من هلا ورايح أنت إيدي اليمين أشرف، تأخذ الأوامر مني وبس. على عيني وراسي يا أغا. ياسمين إيه؟ كمان؟ ايه هات هات، كم وحدة صرت جايب لها؟ هالاسبوع 5. ممكن تجيبي لي شاي؟ كمان من محمد؟ شو كاتب؟ نفس الحكي؟ هالمرة مختصر، بترجاكي تسامحيني، بس هيك. باين الشاب رح يموت من عشقه. وكمان ندمان كتير. اشي عجيب يا اهل، كل ميتين بياسمين كأنه شي قطعة نادرة. ومين ميت غيره؟ الأستاذ بورا. شو ما انتبهتي؟ ها؟ شلون يعني؟ ما انتبهت أبدا. شلون ما عم تنتبهي؟ الرجال معنا بيبرق وبيرعد، ولما بتجي ياسمين فورا بيسكت وبصير وشه أحمر. غرقان، ما قلت لي انت شلون متزبط الحسابات؟ شلون يعني صواش بيك؟ حسب هاي الملفات ميتين وما حدا عم يبكي علينا. مع الاسف يا اغا عم نخسر كتير، بس المصانع شغالة وما في ازمة مصاري. اذا عم نخسر شلون عم تدور العجلة؟ يا اغا هاي شغلة اكبر مني. قصدك في سجلات وهمية؟ انا ما بقصد شيء. شوف، كل مؤسسة بصير فيها سجلات وهمية، بس هاي كبيرة كتير. ما عندي معلومات أبدا، اعذرني. ماشي، بتقدر تروح. لازم يكون في مصدر تاني. Thank you.
بعرف انكم كسبتوا الاعلانات الطرقية، بس بعتقد انه معكم خبر بتغييرنا للشروط. اي طبعا، مشان هيك نحن هون حتى نحكي بالوضع الجديد. شوف استاذ بورا، الحملة الاعلانية طبعا شغلتكم انتو، بهي المرحلة ما بتدخل، بس انتو مضطرين تخبروني عن كل شي رح تعملوه. طبعا بالتأكيد. واذا بدنا نشتغل سوا لازم الانسة ياسمين تنام ببنك فينيتا وتفيق كمان ببنك فينيتا. انا رح اتصرف معك كأنه ملك البنك. لا هيك ما رح يمشي الحال استاذ ارمان، الانسة ياسمين اهم عنصر باكس لارج والوكالة ما بتمشي بدونها، وهي مو ملك حدا وما رح تكون، ما رح اسمح بهالشي. عجبني اسلوبك بالمحافظة على موظفينك وتمسكك فيهم واضح. رح نكون سعداء بالشغل معك يا انسة ياسمين ومعك يا استاذ بورا. ونحن كمان استاذ ارمان. رجاء تعالي، تعالي بالطيارة. ما عم تفهمي، عم بقلك أنا محتاج لك وأنا اشتقت لك كتير، وانتي حياتي كمان. لوين راحوا؟ ها ليكن اجوا. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. وين العالم؟ جوا، الكل عم يستناك بغرفة الاجتماعات. إذا ياسمين رح تاخذ هذا الشغل أنا أكيد رح استقيل. استني شوي يمكن ما تزبط الشغلة. شغل بنك فينتا أكيد صار إلنا. استاذ بورا رح ناخد السنة جوائز الكريستال كلها وعد. مضت موضة الكريستال ابني، هلأ الموضة أخذ شغل من برا البلد. بس ناخد دعاية بنك بينيتا بإيطاليا وقت منشوفك بورا. ايه لا مو كل هالقد. شو ما بدنا نفتح شامبانيا استاذ بورا؟ نفتحها، بس وين ياسمين؟ يجي الكل بالأول، يلا ناديله. ياسمين يلا اجي. نعرف مين ممثل الزبون؟ نعرف ياسمين، هاي أميرتنا، لولاها ما كنا أخذنا الشغل. هاي ما عم تنفتح. ما عم شوف ابني، ما معي نظارة، روح اسأل خالك. خالو شو هاي؟ مو شايفني عم بدرس؟ باران شوف هاي اللام وهي الياء وهي هون الراء، ماشي؟ ليه؟ را. برافو عليك، شفت شلون عم تعرف؟ نازان شفتي باران صار عم يعرف يقرأ، شو صار شاطر. تعال شوف، روح ادرس فوق، يلا لفوق. نازان ليش هيك عم تعملي؟ ما بدي اياك تقربي من ابني، فهمانه؟ الهام لمي هدول وخديهم لفوق. الله يعطيك
يعوض عليه. شكرا. الله يعوض عليكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يرزقكم. يا هلا. الله يرضى عليكم. تسلم. الله يرزقكم يا هلا. ايوه زول. تعال زين عمي. ماشي منيح. الله يرزقكم. سلامة. نعم كله تمام معلم. منيح. يلا كده. هذا الرجال بده يبرز القوة، حابب يقول انه نحن اقوياء وبنكنا قوي، يعني هيك. اوكي فهمت. انا رايحة الاستاذ بورا عم يستناني، بده يوصلني على البيت. ماشي. يلا بخاطركم. شو هالعلاقة هي، توصيل بالنهار وتوصيل بالليل؟ أصلاً نحن بنعرف هالست شي. أول مرة منشوفها معلم جيم. تركية؟ والله حكت تركي. شو طلبت؟ أحمر عين التور أو دم العجل. شراب مونتاتشينو انتاج 2002، لونه بلون العقيق، رائحته برائحة البهارات، حيوية قوام وسك، بس مز شوي. بعرف من منطقة توسكانا من عنب سان جاويزو، لسه اليوم شربته، لهيك بدي عين التور العادي، ما بتفرق شو ماركته. عراسي عندك شغل هون؟ لا زبوني، بدي قابل صديق عم بستناه هون. صديقك من زباين المحل شي؟ ما بعرف، وقت اللي بيجي بتسأله إله. هاي انتي هون؟ ها سواش؟ يا روحي اشتقت لك كتير كتير. وانا كمان. شلون؟ ارتحتي بالجاية؟ ايه. خليني اشوفك. جاي جاي. ماما ليلى. بأي وش انت بتجي على هالبيت؟ ماما ليلى اسمعيني. نقلع من هون رجاء، بس اعطيني فرصة خليني احكي. انت واحد بلا شرف، لا بقى تجي لهون. بترجاكي بترجاكي كرمال ايامنا الحلوة. برأيك هذا الرجال رح يعذبنا كتير؟ قصدك هاد المفصحان؟ لا ما بظن، هو عم ينفخ حاله بس. أنا جعت، خلينا ناكل سوشي. أنا ما بقدر أمي بالبيت، إجت من بودروم اليوم. معناها مخليها لوقت تاني. أخي الواحد بخبر إنه رح تيجي صديقته، كنا حضرنا حالنا. تحضير شو؟ شو راح تعمل يعني؟ لروح على المطبخ. علق عليكي؟ يعني تقريبا.
ما بيفوت شغلي، هذا اسلوبه. سواش، شو مشكلتك؟ قلت لك اياها، المؤسسة مو مؤسسة، لا حسابات ولا سجلات، المنتجات سيئة، لازم بلش كل شيء من الصفر، وغير هيك عم شك انه جماعتنا عم يشتغلوا شغل مو نظامي بشكل كبير. يعني هي هي تركيا، كل محل بتلاقي شوية شغل مو نظامي، مثل قصة الضرائب. طيب يعني انا شو بقدر اعمل مشانك؟ بدي منك اكثر من المساعدة نادية، بدي تحطي ايدك بايدي، اتركي ايطاليا وتعي لهم، حابك تصيري مديرة عامة لشركاتي. شو؟ ايه تعي لقلك، خلينا نستعمل ذكائك وموهبتك وكل قدراتك، بنعمل ثورة بمؤسسة بالدار. تخيلي معي، ممكن نصير رقم واحد بالغذائيات، ورفوف المحلات معباية بالسجق تبعنا. أنا عم فكر أصلاً بمنتجات الحليب، عنا بالبلد نوع جبنة، جربي ما بقى يعجبك ولا أي نوع تاني. تعرف أنا ليش بحبك؟ يمكن لأني حلو؟ أف، لأنك جريء كتير ولأنك ما بتخاف من الأحلام. خلينا نروح. لوين؟ شكرا كثير استاذ بورا، عزبتك معي. العفو، عذابك راحة، تصبحي على خير. وانت من اهلك. ماما انا اجيت. مرحبا ياسمين. بس ما تكوني رح تاكليها. إذا بتقلي كليها باكلها. أوعك ها؟ أوعك. بالفعل هي مثل ما حكيت عنها، وهي اللصاقات فظيعة. المستودع قريب؟ بيالتون شهير. خلينا نروح لهنيك بهالوقت؟ معقول؟ ومن امتى كان الوقت بهمني؟ بعرف انه مالك شغل بالساعة، بس جاي من السفر وتعبانة. بكرة بنشوف المستودع، رح وصلك على الاوتيل. يا سواش رجاء يا ليك، نطلعنا وطلعنا. شوف هلأ برفض عرضك وبتبقى بدون مديرة عامة. انت وحدة مجنونة، والله مجنونة. أهلين، تفضل سيدي. يعطيك العافية. الشباب كلهم جوا عم يشتغلوا. شو عم يشتغلوا؟ عم ينزلوا بضاعة، قبل شوي وصلت الشاحنة. We'll be right back.